صباح الخير متابعينا متابعي قناة العرب، اسعد الله اوقاتكم اليوم بكل الخير. زي ما انتم شايفين اليوم الجو طبعا مختلف تماما عما كان عليه سواء امبارح الخميس او حتى الايام الماضيه بعد ما شهدت ارتفاع على درجات الحراره. الان المملكه تتاثر بحاله من عدم الاستقرار الجوي، عشان هيك في انقلاب كبير بالاجواء. زي ما نلاحظ منطقه مجمع الملك حسين الاعمال في يعني احنا في منطقه مركز طقس العرب في امطار بقدر اوصفها بين المتوسطه والخفيفه على فترات، ولكن تغزر وبتزيد كثافه من وقت الى اخر. طبعا متوقعين انه خلال ساعات نهار هذا اليوم تتاثر المملكه بحاله من عدم الاستقرار الجوي. هذه الحاله من عدم الاستقرار ستعمل على جلب الامطار اللي راح تكون ربما رعديه احيانا غزيره في بعض الاوقات، وقد تعمل على تشكل السيول في بعض النطاقات الجغرافيه الضيقه. راح نضلنا مستمرين معكم في تحديثات اول باول، وضلكم تابعونا على طقس العرب، وبننصحكم ما حدا يطلع رحلات اليوم لانه الجو غير مناسب. وان شاء الله بتمنى لكم جمعه مباركه جميعا، الى اللقاء.